فما الكثير من المعطيات قاعده تتداول. دونك قلنا نعطيكم المعطيات اللي عند وزاره الاشراف اللي هي وزاره الطاقه والمناجم والطاقه المتجدده. بعض المعطيات بعد على الريتم اللي ماشيين به في 2017 عام 2010 وفي اواخر 2016 وصلت ل 26. بالنسبه لعدد الابار الاستكشافيه والاكتشافات كنا في 2010 نعملوا 19 نبير متاع استكشاف، صار منهم 6 اكتشافات ناجحة. في عام 2016 صاروا 3 أبيار واكتشاف واحد. وبالنسبة للأبار التطويرية كنا كيف كيف نعملوا 19 نبير تطويري، في عام 2016 صفر، معناتها تعدينا من تقريبا 38 نبير ل 3 أبيار، وهذايا بالطبيعة عنده أثر ديريكت الستاتيستيك هذوما على عدد الرخص، ما تعدد الناس اللي قاعدين يبحثوا وعدد الابيار اللي قاعده تتعمل، في علاقه ديريكت مع امكانيه خلق مواطن شغل، على خاطر كي تحفر تخلق مواطن شغل، كي ما تحفرش ما تخلقش مواطن شغل. احنا في ابريل 2017 اليوم عندنا 25 رخصه سريه المفعول، منهم رخصه واحده للاستكشاف و24 رخصة للبحث، لكن فما 5 منهم مجمدين عندهم وضعيات خاصة، سكون أبل فورس ماجور، معناتها فما 19 و 21 اللي هما سيرية المفعول في البحث والاستكشاف. من ناحية عدد امتيازات الاستغلال في أبريل 2017 عندنا 35 في طور الإنتاج، معناتها برودكتيف، منهم 28 لتاب مشاركة فيهم، وتسعة في طور التطوير والتقييم. جلنا اكتشاف لبئر اللي هو تم حفره في 2016 بيوليت مهديوي اللي وريناه في السلايد اللي قبل يمكن. من ناحية تطور الانتاج الوطني من المحروقات، هذوما الستاتيستيك محطوطين بالنسبة للمعدل الانتاج اليومي. من ناحية برميل البترول تقريبا احنا في الريتم نتاع 44 ألف برميل بترول سنة، كنا في 80 في 2009 مثلا. وفي مليون متر مكعب من الغاز اللي هي اليونيتي متاع الغاز، كنا في 7 وتوا في 5.8. لكن لو كان نتمكنوا باش نكملوا مشروع نوارة في الأجال متاعو اللي هو توا الشانتي متاعو موقف، النجمو معناتها باش يطلع الانتاج في الغاز الطبيعي. خاطر فما برشا كلام على شكون اللي منين قاعد يخرج شويه النفط والغاز اللي عندنا، معناتها تقريبا 30% من المحروقات اللي تنتجها تونس في ولايه تطاوين. نص نتاع الطاقه نتاعنا كي نخلطوا نفط وغاز في الخليج اللي تبع ولايه صفاقس وقابس ومدنين، وثلث تقريبا اقل شويه في تطاوين، 6% في قبلي و6% في نابل. من ناحية ولاية تطاوين فما 6 شركات أوبيراتور بترولي، معناتها شركات بترولية تستخرج وتنتج فقط. عدد الامتيازات اللي استغلوا فيهم الستة شركات هذوما 15. في ولاية كبلي فما 4 شركات، كل شركة امتياز تقريبا. في الصفاقس برا والمهديا 7 شركات عندهم 7 امتيازات، تراوح بين 2% و 15% كإتاوة حسب المردودية متاع. كيف كيف فما عدد من الضرائب الأخرى، يعني كي نحطوه الكل في قلب بعضه بين 75 و 80% من العائدات، بما فيها معايدات الشركة التونسية للأنشطة البترولية تاخذهم الدولة. اللي احنا كما وقت اللي قدمنا تنقيح مجلة المحروقات في أبريل 2017